إن من الأفكار المبدعة التي أنتجتها الحضارة والتقنية الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل قربت بين الناس وكان لها أثر كبير جدا في نشر الوعي والثقافة الإسلامية، في نشر أيضا المفاهيم الإسلامية والأعمال الصالحة. لا شك أن هذه الوسائل لها آداب ولها ضوابط ولها شروط ينبغي أن تراعى، فإن كل مصلحة إذا روعيت أصولها وضوابطها كان ذلك صلاحا ونتاجا في المجتمع وأثمر أيما إثمار. فهي وسائل لنشر المعلومات ونشر الحضارة ونشر الثقافة ونشر الأخلاق، لكن ينبغي أن يضبط ذلك بضوابط والقواعد الشرعية. ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ممثلة في الإدارة والعاملين حرصوا على توعية الجمهور وعلى توعية الناس بمنافع هذه الوسائل وضوابطها وأثرها على النشء، وكيف يمكن استغلال هذه الوسائل لكي تكون ثمرة ناجحة ومثمرة بإذن الله تعالى وفضله.